قال الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي الناتو يانس ستولتنبرغ قال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مزق السلام في أوروبا من خلال الهجوم على أوكرانيا. وأكد ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس البولندي أن حلفاء الناتو يقدمون الدعم لأوكرانيا في حربها. الرئيس بوتين مزق السلام في أوروبا من خلال اجتياح غير مبرر وكارثي لأوكرانيا. هذا الهجوم الروسي غير مقبول بكل المعايير، وقد سهلته بيلاروسيا. حلفاء الناتو يقدمون الدعم لأوكرانيا. نحن نرحب بالدور القيادي الذي تطلع به بولندا، وذلك من خلال استقبال آلاف اللاجئين الهاربين من النزاع. وأنا أود أن أشكر بولندا على دعمها خلال هذه الأوقات الحرجة بالنسبة لأوروبا.